دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن عن تعرض مصر لهزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كيلومتر غرب مدينة 6 أكتوبر، وده كان في تمام الساعة 5:48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة. ودكتور جاد كان نفى ما يتم ترويجه من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إظلام الأرض لمدة 3 أيام، طبعا انتشر على مواقع التواصل أو السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة. رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قال إن البعض استغل حدوث كسوف كلي للشمس يوم الاثنين الجاي 14 ديسمبر للترويج لهذه الشائعة، وهي آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف في عام 2020، علما بأنه لن يمكن رؤيته في مصر ولا في المنطقة العربية. طيب، هي تفاصيل أكتر حقيقة ممكن نعرفها من خلال دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا بك يا دكتور. أهلا فندم بحضرتك وجميع المشاهدين، أهلا بكم. أهلا بك يا دكتور جاد. يمكن طبعا عايزين نعرف في البداية كده الهزة الأرضية دي وتفاصيلها، وهل من توابع حصلت في أعقابها ولا لا، بالإضافة بقى للشائعة اللي البعض كان بيروجها على السوشيال ميديا. تمام، هو زي ما سيادتك تفضلت مشكورا، وقرأت جزء من البيان اللي أصدرناه أمس بعد حدوث زلزال اللي حصل حوالي الساعة 6:15. المسافة أو الموقع بتاعه بيبعد حوالي 19 كيلو جنوب غرب مدينة 6 أكتوبر. الهزة في حد ذاتها أقل من المتوسطة، وفي الغالب إحنا يعني لحد 3:30 أو 4 ما بنعملش بيان إعلامي عن حدوث زلزال أو تسجيل زلزال، لكن اللي بخلينا نعمل الإعلانات دي إن درء الإشاعات اللي ناس كتير قاعدين على صفحات التواصل الاجتماعي يقولوا في زلزال كبير في زلزال كبير. لا، احنا بنقول لهم كل الزلازل اللي بتسجل حتى لو كانت صغيرة وناس كتيرة يعني ما حسيتش بيها، يمكن عدد بسيط اللي فعلا شعر بالهزة بتاعت الأمس، لكن احنا بنقول احنا موجودين اهوت والزلازل بتسجل وما فيش اي مشاكل وما فيش اي خطورة، ولو لا قدر الله في اي حاجة في احتمالات خطورة احنا على الفور بنتواصل مع الجهات المعنية، إذا كان مركز أزمات طوارئ في مجلس الوزراء، القوات المسلحة، كل الأماكن دي كلها عشان كل يقوم بالدور فيما يخص. لكن الزلزال يعني ما فيش فيه أي خطورة تذكر، وإن شاء الله في استمرار لمراقبة لبعض الأماكن على جمهورية مصر العربية، منها المنطقة اللي هي جنوب غرب أكتوبر أو شمال الفيوم، ودي بعض الناس برضو بتستغل إن هي دي كان حصل عليها زلزال 1992. ده صحيح، لكن مش بالضروره ان ممكن يحصل عليها زلزال كبير تاني او كده. طب قول لي يا دكتور جاد، هي يعني مسببات الزلازل بتكون ايه، خاصه ان احنا خلال فتره وجيزه برضو شفنا اكتر من هزه ارضيه مش بس في مصر لكن في المنطقه المحيطه ككل او حتى في نطاق البحر المتوسط. هي سبب الزلازل هي عباره عن طاقه في باطن الارض بيتم اخراجها عن طريق حدوث الزلزال. تمام، وطبعا الآية الكريمة سورة الزلزال شرح الكلام ده كويس، لكن هي ملهاش أي تفسير تاني غير أنها طاقة موجودة في بطن الأرض فبتصدر من خلال أضعف الأماكن اللي هي الفوالق والصدوع، بتصدر في صورة زلزال. ممكن يكون الزلزال صغير وسطحي أو قريب من الأرض، أو أنه عميق زي الزلزال اللي حصل في تركيا الأسبوع اللي فات يوم السبت اللي فات تحديدا، وكانت قوته 5.6، لكن يمكن ناس كتير شعرت به هنا في القاهرة. كل ما الزلزال كان عميق كان إحساسه أو الشعور به على مدى بعيد بيكون منتشر. طب قول لي يا دكتور، يعني على مقياس ريختر إيه هي قوة الزلزال اللي ممكن يشعر بها المواطن؟ يعني بنقول في درجات ما حدش بيحس بيها، على الأقل من بعد 3 بيبدأ يشعر المواطن بيه على حسب درجة قربه من مركز الزلزال. يعني زلزال الأمس كان يعني بعض المواطنين اللي شعروا بيه كانوا بالفعل في منطقة مدينة 6 أكتوبر، لذلك كان في شعور خفيف بيه. لكن لو الزلزال قوي ممكن طبعا يعني الدائرة الجغرافية اللي الشعور بيه بتزيد أكتر لو الزلزال عميق. يمكن زي ما قلت حضرتك قبل كده الزلزال اللي حصل في تركيا الأسبوع اللي فات كان عمقه 90 كيلو، وبالتالي وصل الإحساس بيه لحد عندنا. لكن ده لو العمق بتاعه لأعماق الزلازل المتوقعة هناك أو العادية اللي هو 20 كيلو إطلاقا ما فيش حد داخل جمهورية مصر هيشعر بيه تماما. طيب، فرصة دكتور جاد بقى أن أنا أنفي مع حضرتك ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فكرة إظلام الأرض لمدة 3 أيام. يعني في 30 ثانية حضرتك بس
تأكد لنا صدقية أو كذب هذه المعلومة؟ بالفعل هو يعني حقيقة يراد بها باطل. هو يوم 14 ديسمبر إن شاء الله في كسوف كلي للشمس مش هنشوفه عندنا، هو هيكون كلي في بعض المناطق في نصف الكرة الجنوبي وجزء في البعض الآخر، لكن مش هنشوفه هنا. كما اعتدنا يعني في نهاية كل عام ميلادي كثير من الشائعات تروج أن خلاص ده آخر شهر في السنة وآخر الكون وآخر العالم وساعة توم. اطلاقا الكلام ده مش صحيح. الشمس يعني معاد الكسوف بتاعها ده مرصود ومحسوب ومعروف من بدري جدا، ما فيش اي مشكله ولن يكون هناك اظلام للارض ان شاء الله. يعني الجماهير اللي هتسعد او هيكون لها فرصه انها تشوف الكسوف سواء كلي او جزئي اتمنى لهم يعني مشاهده سعيده. احنا عندنا بنرصده من خلال التعاون المشترك مع المراصد الفلكيه الاخرى، لكن للاسف مش هنشوفه في مصر. نعم. فان شاء الله الدنيا يعني ما فيش اي مشاكل خالص، بنطمن كل الجماهير. وهيكون توقيته امتى بالظبط بقى يا دكتور جاد؟ يوم الاثنين بتوقيت القاهره 14. لا هو هيكون اخر يعني بعد الظهر بتوقيت القاهره، لانه هيكون صباحا بتوقيت الارجنتين. يعني تمام. حضرتك قلت ان هو مش مرصود في مصر او في منطقتنا. اتفضل يا فندم. حضرتك قلت ان هو مش مرصود في مصر او في المنطقه بتاعتنا عموما. لا مش هيتشاف ولا في مصر ولا في المنطقه العربيه تماما. طيب انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. لكن خلينا استغل وجودي مع حضرتك واقول للناس كلهم اي حد عنده اي تساؤل او استفسار او شائعه عايز يتاكد من صحتها بدون تردد يتواصل مع المعهد من خلال الموقع الالكتروني، الصفحه الالكترونيه للمعهد او وسائل التواصل الواتساب او الفيسبوك بتوع المعهد، وفي الحال سواء انا او الزملاء المتخصصين بيردوا بالمعلومه الصحيحه وبياكدوا اذا كان خبر او شائعه ان شاء الله. نعم، انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه.